كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن أزمة كورونا كشفت عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، وفي هذا الصدد أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة إيجاد حلول فعالة للتغلب على مواطن الضعف تلك، وجعل النظام الدولي أكثر قدرة على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها. تقتضي منا الصراحة التسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن ضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها. ولهذا فأود أن يكون حديثي معكم اليوم حول مستقبل النظام الدولي خلال السنوات القادمة وقدرته على الاستجابة للأزمات العالمية الطارئة وتبعاتها متعددة الأبعاد. واسمحوا لي في هذا الصدد أن أطرح عليكم مجموعة من التساؤلات. هل يمكن لنا تحمل تبعات استمرار وجود نحو 61% من قوة العمل في العالم في إعداد الاقتصاد غير الرسمي، فضلاً عن افتقار نحو 4 مليارات إنساني للضمان الاجتماعي؟ إذا كانت الإجابة بلا وأظنها كذلك، فيصبح التساؤل المنطقي الثاني: هل لدينا القدرة على الخروج جماعيا من الأزمة والتطلع إلى مستقبل أفضل؟ وإذا كانت الإجابة نعم وأظننا نريدها كذلك، فأي طريق نسلك؟ هل نستمر على السياسات القديمة أم نحاول البحث عن سياسات جديدة؟